يعني مطالبة في مرحلة معينة ببناء أئمة البقيع في السعودية، هل تحدثتم في هذا الأمر هنا؟ أتصور كان الرد هو هدم المرقدين الشريفين في سامراء، الإمام الهادي سلام الله عليه والإمام الحسن العسكري سلام الله عليه. أنا هنا أطالب ببناء البقيع وهم يجون يفلسون الأئمة في العراق. والله هناك دولة تكفير يهدم فيها البقيع، هسه نتحمل بصورة أو بأخرى، أما تهدم أئمة الهدى ومراقدهم في مناطق شيعية ومناطق جعفرية لو صح التعبير، هي هذه المصيبة الكبرى. ولماذا أقول أنا لا يمكننا السكوت على هذه الجرائم عسى أن لا تكون هناك سلسلة أخرى من الجرائم؟ أنا أتوقع أن يكون هناك اعتداءات أخرى سواء في النجف أو حتى في المدينة المنورة على مقعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هم لا يرعون ولا ليس لهم دين ولا مذهب ولا عقل ولا شريعة يحتكمون إليها، فما عندهم أي مانع من هدم إذا هم يحرمون لمس ضريح النبي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فكيف بهم ومشاريع قبل كذا سنة أرادوا هدم هذا المرقد وعزله عن المسجد وكذا وكذا، وهو يسمونه المسجد ولا يسمونه المرقد النبوي، المسجد النبوي باعتبار أنه لا يجوز وضع المرقد في المسجد، وهكذا من أفكار سيئة وأعمال سيئة أخرى، ضرب الزوار وضرب الكذا. توحدوا ضد العدو، عرب عجم حضر وبدو، هذا يمنى والفخر نموت دون سوارها. الرافضة جند المجوس استنهضوا كل النجوس، من كربلاء وبوشهر وسط اليمن سمسارها، نشرب من الدم الحمر فرايس نختارها. ما الله يبشرك بالخير، شكرا جزيلا. الله يبشرك بالخير، الله يبشرك بالخير، شكرا جزيلا يا حيدر. نعم. بشرنا في 30 اليوم جيل. لا احنا يعني الان نواب. من حول سعودا ويا ليمك ليهودا، چون روز فرج محلکه آل سعود است، آن روز که مکه شود آزاد چه زود است، آن روز که مکه شود آزاد چه زود است. اینها نفس آخر این آل سعود است، اینها نفس آخر این آل سعود است، این آل سعود هرمانان را به سپاسند، این آل سعود هرمانان را به سپاسند، از مهدی موعود همه غرق هراسند، از نسل علی منتقم یار میآید، ای اهل حرم میر و علمدار میآید، ای اهل حرم میر و علم دار میاید. ای لشگر صاحب زمان آماده باش، آماده باش، ای لشگر صاحب زمان آماده باش، آماده باش، اهل نبردی بی امان آماده باش، آماده باش، ای لشگر صاحب زمان آماده باش، آماده باش، آن سعود احرمانان را به سپاسن، از مهدی موعود همه غرق هراسن، در لشگرشان رو بگوین به فریاد، با آل علی هر که در افتاد بر افتاد، با آل علی هر که در افتاد بر افتاد، ای لشگر صاحب زمان آماده باش، آماده باش، ای لشگر صاحب